السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم إلى هذا الحوار الخاص الذي يأتيكم على شاشة الإخبارية السورية من دمشق. نناقش فيه اليوم حقيقة السياسة الأمريكية تجاه ما يجري في سوريا انطلاقا من اتفاق التهدئة الأخير الذي كان بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، والذي لم يصمد حقيقة أمام عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن إجبار الأطراف المعنية بالالتزام ببنود هذا الاتفاق، ما أدى حتى هذه اللحظة الانهيار لهذا الاتفاق رغم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على ضرورة إحياء هذا الاتفاق. طبعا هذا الحوار مشاهدينا مع ضيفي الدكتور جمال المحمود، أستاذ في كلية العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال. إذن كيف يمكن أن نقرأ واقع السياسة الأمريكية اليوم في المنطقة وفي سوريا على وجه التحديد انطلاقا من اتفاق التهدئة الأخير دكتور جمال؟ طبعا نحن موقفنا من السياسة الأمريكية واضح. الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011 هي التي تقود الحرب الاستعمارية على الدولة السورية الوطنية، واليوم وزارة الخارجية الروسية قد أكدت بأن الموقف الأمريكي هو العامل المعرقل لأي اتفاق في سوريا. طبعا بالنسبة للاتفاق الروسي الأمريكي الذي وقع يوم الجمعة في 9/9، طبعا هو يعد استكمالا لاجتماعات سابقه كالاجتماعات التي جرت في موسكو بين لافروف وكيري وبوتين يومي الخميس والجمعه في 14 و15/7، والاجتماعات التي عقدت في لاوس في 25 و26/7، والاجتماع قبل 9/9 انعقد في جنيف ايضا في 25/8 طبعا بعض الصحافه العربيه نشرت بعض بنود هذا الاتفاق. طبعا هو بشكل عام قيل انه سري، ولكن سرب اليوم عبر وكاله الاسوشيتد بريس مقتطفات منه، ولكن نحن كان عندنا معلومات عبر صحيفه السفير على سبيل المثال بتاريخ 10/9 نشرت نفس الشيء اللي نشرته اليوم وكاله الاسوشيتد بريس. اذا لا جديد بما جاءت به الاسوشيتد بريس؟ لا ابدا، بالنسبه جديد طبعا هو لا يشبع عطش من يريد ان يعرف بنود هذا. هل هناك بعض البنود السريه لم يذكر اليوم في بما نشرته صحيفة أو وكالة الأسوشي بريس، أنا أعرف ذلك. يعني في هناك بعض البنود المتعلقة بمنطقة منزوعة للسلاح، وأنه في استخدام لبعض قوات من أي دولة ومن أي دولتين. يعني نحن أنا ما عندي رغبة أحكي بهذا الموضوع، نحن ننتظر الصديق الروسي أن يفصح عن ذلك. ولكن الاتفاق الروسي الأمريكي الذي أعلن بتاريخ 9/9 هو اتفاق ثنائي أنسرنا غير ملزم، رقم واحد اتفاق ثنائي غير ملزم، هذا أولا. اثنين، هو غير قابل للتطبيق كما قال ذلك تشوركين بتاريخ 20/9، وتصريحات كيري المتكررة وخاصة في 21/9 حول منع الطيران السوري من التحريق في السماء السورية، هذا يعني بشكل أو بآخر بأن الاتفاق الروسي الأمريكي ليس ناجزا. والهجوم العنيف الذي شنه جوزيف دانفورد قائد الجيوش الأمريكية بالأمس، وكذلك أشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي والسيناتور جون ماكين على الاتفاق وعلى التعاون مع روسيا خير دليل على ذلك، حيث أكد جوزيف دانفورد بأنه لا يمكن أن يكون في هناك أي تعاون مع بوتين في أوروبا أو حتى في سوريا، والتعاون يجب أن يكون محدود للغاية، وأي تعاون موسع هو قرار غير حكيم. وأكد أشتون كارتر بأنه السياسة الأمريكية السورية والروسية بالنسبة إليه إشكالية، بينما أشار جون ماكين بأن المدعو جون كيري هو واهم. طبعا الاتفاق الروسي الأمريكي يشير إلى هدنة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى 48 ساعة، المرحلة الثانية 48 ساعة، والمرحلة الثالثة 72 ساعة. طبعا هذه المرحلة الثالثة لم يعلن عنها يوم الجمعة بتاريخ 16/7، وهذا يعني بشكل مؤكد بأن الهدنة قد توقفت مساء يوم الجمعة ب 16/7 وليس يوم الاثنين ب 19/9 كما ذكر. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك حديث بعد إتمام الهدنة والذهاب نحو وقف إطلاق النار لتشكيل غرفة عمليات روسية أمريكية مشتركة. معلق هذا الموضوع حتى هذه؟ طبعا معلق، لأنه الهدنة انتهت وتلاشت
عرفت علي؟ الأمر الثالث كان عم بيحكوا على موضوع طريق الكاستيلو، أنه انسحاب الجيش السوري 500 جنوبا متر ومن 1000 إلى 3500 شمالا. طبعا الجيش السوري حقيقة انسحب من الكاستيلو يوم الخميس بتاريخ 15/9، ولكنه عاد في اليوم التالي نتيجة هجمات العصابات الإرهابية عليه، عاد يوم الجمعة بتاريخ 16/6. طبعا هذا الاتفاق الروسي الأمريكي يتحدث عن هدنة، ومن ثم يتحدث عن وقف إطلاق نار. ولكن الشيء المهم أنسرنا بالنسبة لنا جميعا أنه هذا الاتفاق للأسف الشديد في هناك نوع من الحظر الجزئي، نوع من الحظر الجزئي على الطيران السوري، وهذا ما أشار إليه لافروف بتاريخ 9/9 في المؤتمر الصحفي حينما قال بأن الطيران السوري يمكن أن يحلق في بعض المناطق المحددة. وكما قال المدعو جون كيري بأنه الطيران السوري لا يمكنه استهداف المعارضة المعتدلة، وبالتالي لا يمكن للجيش السوري أن يقوم في بعض العمليات في مناطق تواجد ما يسمى بالقوات الأمريكية، يلي نحن نعتبرها هي قوات أمريكية محتلة وغازية. بعدين طبعا في حديث فيما وبالتالي بعد، وبالتالي لا تنسيق إذن مع الجيش السوري، هذا كان هذا ما كانت ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الجزئية دكتور جمال. الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية لا تنسق مع الحكومة السورية، وحتى تنسيقها مع الروس هو تنسيق ضعيف جدا. نعم. بتتذكري أنت إذا بتعودي للخلف ب20/10 وقعت 2015 وقعت اتفاقية عدم الاصطدام الجوي فقط، عرفت علي؟ ولكن في هناك عدم رغبة من قبل قادة البنتاغون بعدم التنسيق العسكري مع روسيا الاتحادية، وهذا ما أفصحت عنه صحيفة الأخبار. طيب خلينا نشرك معنا ضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور سيف دعنا، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ويسكونسن من شيكاغو. أهلا ومرحبا بك دكتور سيف معنا عبر خدمة السكايب. مساء الخير دكتور سيف، إلى أي حد فعلا هذه الخلافات اليوم في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وما أتى به ضيفي في الاستوديو دكتور جمال محمود، عدم رغبة البنتاغون حتى هذه اللحظة بالتنسيق مع روسيا التي بطبيعة الحال البنتاغون يعتبرها العدو له، دكتور سيف إلى أي حد قوضت هذا الاتفاق الروسي الأمريكي اليوم؟ يعني اولا مساء الخير لك وللضيف الكريم. انا لم اسمع كل ما تحدث به الاستاذ جمال، ولكن يعني من تابعته في الصحافه العربيه على الاقل هناك تضخيم كبير للاختلاف والتوتر بين وزاره الخارجيه هنا ووزاره الدفاع، بمعنى يعني هناك مواقف مختلفه. السبب الاساسي ان البنتاغون او وزاره الدفاع تدعم مجموعات مسلحة على الأرض مختلفة مثلا عن المجموعات التي تدعمها CIA، ولهذا نرى أيضا توتر بين CIA والبنتاغون. ولكن في النهاية السياسة الخارجية تصنع في البيت الأبيض، يعني هناك تضخيم أعتقد، يعني طبعا التوتر موجود الاختلاف موجود، ولكن لا أظن، وهذا تقديري الشخصي بناء على ما أعرفه عن كيفية صناعة السياسة هنا، هناك تضخيم للبنتاغون. البنتاغون لا يرسم سياسة الدولة الخارجية، ولا يستطيع جنرالات في البنتاغون تحدي الرئيس الأمريكي بهذه الفجاجة. ربما يكون عندهم اختلاف مع الرئيس، ربما ينتقدون الرئيس، ولكن أعتقد في النهاية أن كل ما حصل، يعني هذا الإعلان هو محاولة لتبرئة الرئيس الأمريكي من التخلص ووزارة الخارجية من عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقية. ولكن منذ البداية الاستراتيجية الأمريكية على الأقل منذ اتفاق وقف العمليات العسكرية أو وقف القتال في شباط 2016، من تابع كل السياسات الأمريكية يرى أنها كانت ترتكز على 3 نقاط. القضية الأولى محاولة كسب الوقت لتمرير الوقت بهدف أو بطموح إحداث تغيير على المعادلات الميدانية، يضع الولايات المتحدة في موقع أفضل سياسياً، وهذا لم يحدث، وبالتالي إمكانية التزام الولايات المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار واستخدامه كبداية لمسار سياسي أصبحت صعبة على الولايات المتحدة، لأنها ستخسر سياسيا. بالتالي الولايات المتحدة رجعت إلى الأداة الأخرى وإدارة الصراع قدوم الرئيس القادم بدل الوصول إلى تسوية سياسية نهائية. إدارة الصراع وتسليم الملف للرئيس القادم تفترض القضية الثالثة،
وهي الحفاظ على بؤر نفوذ ومناطق تحت الإدارة الأمريكية أو تحت السيطرة الأمريكية. ولهذا يعني ليس غريب، ليس لم يكن موضوع لوجستي رفض فصل النصرة عن القوات الأخرى. نعم، وهذا الموضوع هو مثار الجدل والخلاف حتى هذه اللحظة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ابقى معي لو سمحت دكتور سيف، أيضا ضيفي، نذهب مباشرة إلى الأمم المتحدة وهذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. على الرغم من أنه ما زال في السلطة، هذه وجهة نظر غير مقبولة بالطبع، لأن الحياة ستظهر أن هناك حاجة إلى مكافحة الإرهاب وإلى مراعاة الأولويات، والأمريكيون والمسؤولون الأمريكيون اعترفوا لنا في إطار مفاوضاتنا ومباحثاتنا بأن داعش هي أكثر خطرا من الأسد، لذلك لابد علينا من تحديد الأولويات. إن السيد جيل أوبراين كان يعقد مؤتمر صحفي بشأن كون الحكومة السورية تنفي إيصال المساعدات الإنسانية في عدد من المناطق، وهذا يمكن اعتباره جريمة حرب بالإضافة إلى قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة. هل لديكم أي تأثير على النظام السوري بغية إيصال المساعدات؟ وأنا لا أتحدث عن الأوضاع في حلب. You know, it is not exactly accurate what if what. لماذا لا نحن هذا ليس دقيقا تماما كما تصريحات أوبراين كما تنقلون عنه الآن، فهناك إحصائيات وهناك وهي غير متاحة للأمم المتحدة ولمجموعة جنيف، أي أن هناك عدد كبير من المدن، مدن صغيرة ومدن كبيرة لا تصل إليها المساعدات الإنسانية بعد تبني هذه الوثيقة، ولكن الأمم المتحدة عبر قنواتها تقدم معلومات معاكسة لما قلتموه، فلتتحدث معه في المرة القادمة واطلبوا منه أن يقدم معلومات أكثر وضوحا وأكثر دقة حتى نشكل تصورا مقبولا وواضحا. كان هناك لقاء بيني وبين جون كيري في جنيف، وحضر هذا اللقاء ستيفان دي مستورا، وقد صرح بأن هذا اللقاء هو لقاء رمزي وهذه فرصة جيدة، لأن اليوم أول قافلة إنسانية ستنتقل من تركيا إلى شرق حلب، وقد أعددنا بيانا صحفيا مشتركا، وحين وصلت إلى الأمم المتحدة معلومات وبيانات حول، فإذا ما قيل بأن تفيد بأنه إذا ما سارت القافلة بهذا الطريق فإنه سيتم قصفها، وإذا كانت لديهم أي تأثير على الوضع فكيف يمكنهم التأثير على هؤلاء الناس للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شرق حلب، غير أنه لم يكن هناك رد فعل على ذلك، ودي مستورة قال علينا أن ننتظر يومين وقد يعيد التفكير بحلول 28 من أغسطس أو أنه مع بداية سبتمبر، لكن أنا أعتقد أنه بعد كل هذه الأحداث هذا أمر غير مقبول. فحول هذه المسألة تحديدا أعتقد أن وول ستريت جورنال في اليوم التالي لهذه الحادثة التي وقعت في حلب وقبل تحرك هذه القافلة التي قصفت القافلة الإنسانية، هذا ذات المركز من حلب قال لا تحركوا هذه القافلة ولا ترسلوا هذه القافلة لأن الحكومة تعتزم إنزال ضربة به، لذلك يبدو لي أن السيد براين الذي تحدث عن خطورة إنزال ضربة بهذه القافلة هي غير كافية لإلغاء إرسال القافلة.
أنا لا أدعم نظرية المؤامرة، ولكن إذا ما قالت هذه هي ذات المجموعة نفسها أعلنت منذ شهر مسبقا قالت بأنها ستقصف القافلة ثم بعد ذلك يتم قصف القافلة التي أرسلت، فإنني أعتقد أن هذا أن علينا إجراء تحقيق دقيق حول هذه المسألة. السيد الوزير، السؤال بشأن الموضوع الآخر، الشرق الأوسط. إنني التقيت بنظيركم الفرنسي جان مارك كيرو حول المؤتمر للسلام الذي من المزمع عقدها في ديسمبر، ولكنني أريد أن أستمع إلى تعليقاتكم وتعليقات حكومتكم حول هذا المؤتمر. هل سوف تشاركون بطريقة أو بأخرى؟ وما واقعية عقد هذا المؤتمر في ديسمبر؟ نحن لم نتناقش حول هذه المبادرة، فقد أعلمون بأن هناك سيكون هناك اجتماع حول هذه المسألة في 3 يونيو، ولكني لم أستطع المشاركة في هذا اللقاء، وقد شارك في هذا اللقاء نائبي واستمع إلى تصريحات المنظمين الفرنسيين، وقدم رؤية حول إجراء هذا المؤتمر. وهذا اللقاء في الذي شارك وهذا اللقاء شارك فيه عدد كبير من الناس، لم يتناقش أحد معنا أو يتشاور معنا حول هذه المسألة، لكن الآن نحن نفهم جيدا الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، ونعلم البنية جيدا عن البنية التحتية هناك، وكذلك نعلم أي إجراءات يجب تبنيها لإقامة الثقة. يجب أن تكون علينا تبني قرارات تكون مقبولة للجميع. ولكن منذ 10 سنوات كنا نريد عقد مثل هذا المؤتمر للسلام، ونحن وصلنا إلى مجلس الأمن الأممي، فإن هذا المجلس قد دعم هذه المبادرة، ولكننا أوضحنا بأننا سوف نتحرك فقط عندما سنكون مقتنعين بأن كلا الطرفين مستعدان للقيام بشيء إيجابي بشكل مشترك. ولو سيكون ذلك مؤتمرا مع المبادرة الفرنسية أنا سأرحب بذلك. وإلى حد الآن لا يبدو أن كلا الطرفين مستعدا بشكل متساو للمشاركة فيه، ولكننا نعمل مع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ونحن نأمل في استئناف المفاوضات، وهناك مختلف الأفكار، ويمكن أن تكون هناك لقاءات بين رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ولو أعرب عن استعدادهما للمشاركة سنرحب بذلك تماما. Thank you very much. شكرا جزيلا السيد الوزير، ومرحبا بكم من جديد إلى المكان الذي تعرفونه بشكل جيد. نحن نرحب بكم. أنا أريد أن أتابع الخطة لما بعد هذه الهدنة في سوريا، فيبدو أنكم تقولون إن هدنة 3 أيام أو 6 أيام لن تعمل في حال لم يكن هناك أي نشاط جدي لفصل المعارضة الوطنية المعتدلة من جبهة النصرة الإرهابية. هل يعني ذلك أننا يجب أن ننتظر، أن كل العالم يجب أن ينتظر إلى هذه العملية لفصل المعارضة عن الإرهابيين، وفقط بعد ذلك سوف تكون هناك هدنة؟ وبعد لقائكم الجديد بينكم وبين جون كيري، هل تخططون للمزيد من المفاوضات أنتم وجون كيري؟ هذا يعني، ولا أود تكرار ما قلته، يمكنكم الاستماع إلى ما قلته سابقا بعد انتهاء هذا المؤتمر الصحفي، ولكن الأمر الأهم سأعطي مثالا هنا، اليمن مثلا
كان هناك انقلابا ثم تمرد وانتفاضة، وهذا حدث منذ عامين. ولكن بالمقارنة مع أوكرانيا في اليوم التالي بعدما قيل أننا سنقوم بتأسيس هذه الحكومة، هذه عبارة عن المعايير المزدوجة التي هي واضحة في عند المقارنة بين ما حدث في أوكرانيا عندما حدث الانقلاب بعد أن وقع المعارضون مع الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش بحضور الدول الأوروبية اتفاقية سياسية، ولكن السيد يانوكوفيتش لم يغرب إلى دولة أخرى بل إلى مدينة أوكرانية أخرى. وفيما يتعلق بالحرب في اليمن، نحن أيضا نحاول أن نجد الحل لهذه الأزمة التي سوف يدعو الحد لهذه المعاناة الإنسانية. والسيد أوبراين أيضا أطلعني على ما يحدث في هذه البلاد، وطبعا نحن نريد مشاركة جميع الأطراف هذه الأزمة مثل الأطراف اليمنية والتحالف السعودي بغية إيجاد الحل والتقدم إلى الأمام. فإن الخطة الأخيرة التي تم تصميمه بعد فشل الكثير من الخطط الأخرى وتم تصميمها من قبل السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إن الخطوة الأولى لهذه الخطوة تمثل في تأسيس حكومة الوحدة الوطنية مثلما كان الحديث يدور حول أوكرانيا وفقا للاتفاقية التي تم خرقه من قبل المعارضة الأوكرانية. ولكن في اليمن البند الأول يكمن في تأسيس حكومة الوحدة الوطنية، وبعد ذلك سيتم تسليم الأسلحة والتراجع عن المواقع المسيطر عليها. وأنا طلبت من الزملاء الأمريكيين نفس السؤال، فلماذا اتفقنا جميعا في اليمن على أن هناك أطرا سياسية وهي تريح جميع المشاركين في الأزمة اليمنية، وفي الوقت نفسه في سوريا نحن نقول لا للعملية السياسية بدون الهدنة التي يجب أن تستغرق شهرا على الأقل؟ أنا أعتقد أن هذا أمر غير منطقي. إضافة قليلة، هل تريدون اللقاء مع السيد كيري اليوم؟ إننا إذن كان هذا جزء من المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماعات الجمع أو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعود لضيوفي، أعود لحضرتك دكتور جمال. طبعا موضوع المجموعات الإرهابية المسلحة والفصل بين هذه المجموعات الإرهابية المسلحة أولوية لابد من تنفيذها. طبعا لافروف قال بين أهم الأولويات لحل الأزمة في سوريا فصل المعارضة عن الإرهابيين. كيف ستحل هذه المعضلة في ظل عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية دكتور جمال على هذا الفصل؟ هذا الموضوع أنسرنا لا يمكن حله على الإطلاق. يعني ما بحاجة نسمع لافروف أو غير لافروف. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتخلى عن أداتها الفاعلة الميدانية الضاغطة على الدولة السورية، وهي المجموعات المسلحة الإرهابية المرتبطة أساسا بالقاعدة. وهذا الموقف قديم، وفي تصريحات روسية متعددة بتأكد لك أنه واشنطن لا تستطيع الفصل بين المعارضة المعتدية والإرهابيين، كما صرح بذلك بوتين بتاريخ 17/9، وبالأمس ب 22/9 قالتها وزارة الخارجية الروسية، وقالت أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الفصل بين المعارضة المعتدلة والإرهابيين. عرفت علي؟ وهذا أمر واضح. وبالتالي تذكري اليوم صدر طلع خبر من واشنطن بيقول أنه أوباما سيستخدم حق الفيتو، حق النقد، ضد مشروع من الكونغرس لمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب. يعني موقف واضح، الولايات المتحدة الأمريكية داعمة للإرهاب، داعمة للعصابات الإرهابية، وبالتالي لا يمكن أن يكون في هناك أي فصل. هي واحد. اثنين، السيد لافروف بتاريخ 2/9 صرح تصريح أنه الاتفاق الروسي الأمريكي سيطبق بعد تنفيذ واشنطن وعده بالفصل، ولكنهم سارعوا
الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى البدء بتنفيذ الاتفاق بدءا من يوم الاثنين بتاريخ 12/9، وما كان في عملية فصل على الإطلاق، عرفت علي؟ وهذا الموضوع مستحيل يحصل على الإطلاق، لأنه المجموعات المسلحة الإرهابية هي أدوات حقيقية لواشنطن على الأرض، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتخلى عنها، سيما أنه ما في أي أفق سياسي يشير إلى دور مستقبلي لهذه العصابات الإرهابية في سوريا. لكن تحاول أمريكا تعويمها والحصول على دور سياسي ربما في القادم من الأيام لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة، هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الراعية لهذه المنظمات منذ لحظة تسميتها أو محاولة تسميتها بمعارضة معتدلة، ليس كذلك دكتور؟ مئة في المئة، عرفت علي؟ هلأ في تصريحات روسية تشير إلى ذلك. على سبيل المثال تصريح وزارة الدفاع الروسية بتاريخ 16/9 بتقول الإحداثيات يلي سلمتها واشنطن لموسكو حول بعض الفصائل المسلحة معظمها أو بعضها مرتبط بجبهة النصرة وداعش، حتى أنه لافروف قال في 150 منظمة عرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، في منها أكثر من 20 منظمة إرهابية مرتبطة بجبهة النصرة. يعني هذا تصريح واضح ومعروف، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إنهاء الحرب في سوريا، وهذا أحد أسباب انهيار الهدنة في سوريا. البنتاغون حسب صحيفة الأخبار 18/8 قال الحرب طويلة في سوريا، وهذا هو موقف أمريكي. نعم. خلينا نشوف رأي الدكتور سيف. دكتور، في ظل استحالة الفصل بين المجموعات الإرهابية المسلحة ومن تسميهم الولايات المتحدة الأمريكية بالمعتدلين، وفي ظل الإصرار الروسي على الفصل كشرط لمتابعة أو الاستمرار بالاتفاق والتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما مصير التفاهمات والتشاور إذن الروسي الأمريكي اليوم؟ يعني أعتقد أن القضية أبعد من عدم قدرة، القضية هي عدم رغبة أمريكية. الاستراتيجية الأمريكية مبنية كليا على إيجاد قوة موازنة أو قوة مرادفة أو قوة مواجهة للحكومة السورية وللجيش العربي السوري، ولو نظرنا إلى الأرض سنرى أن القوة الضاربة الرئيسية فيما يسمى المعارضة المسلحة هي جبهة النصرة، بمعنى إذا تم فصل، وهذا ممكن، يعني هذا ليس مستحيل، هذا ممكن، ولكن لو تم الفصل والاستفراد بجبهة النصرة وبالتالي القيام بضرب وقصف جبهة النصرة، ستصبح الولايات المتحدة مفلسة على الأرض، وبالتالي ستفلس الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات. لذلك ليس من مصلحة الولايات المتحدة على الإطلاق، ولا توجد رغبة، ولن تقوم الولايات المتحدة بفصل جبهة النصرة عن القوات الأخرى. نحن نرى ذلك، هذه المراوغة ومحاولة كسب الوقت رأيناها منذ اتفاق الهدنة في شباط 2016. يعني لهم تقريبا 10 أشهر وهم يقولون نفس الشيء، أن هناك محاولات للفصل ولا توجد محاولات للفصل، وكأننا يعني نبحث في موضوع ذري هنا، والقضية أسهل بكثير مما يتخيلون. المجموعات المعارضة التي تلتزم مع النصرة يجب أن تحاسب كما تحاسب النصرة، ولكن الولايات المتحدة تعرف أنه لا يوجد قوة ضاربة على الأرض في مواجهة الجيش العربي السوري وفي مواجهة تحالف الحكومة السورية وحلفاء الحكومة السورية إلا جبهة النصرة هي في المقدمة، وبالتالي هم غير معنيين ومصلحتهم مصلحتهم مع إبقاء جبهة النصرة. هذا واضح. بالتالي مصير الاتفاق، هناك إشكالية تواجه كل من الاتحاد، من روسيا وأمريكا كدولتين عظمتين، حتى لو تعثر اتفاق الهدنة وحتى لو تعثر المسار السياسي، لا يمكن للولايات المتحدة تحديدا أن تقوم بإعلان فشل الخيار السياسي. السبب أن إعلان الفشل الخيار السياسي يعني بالضرورة أن على دولة كبيرة وعظمى كالولايات المتحدة أن تقدم البديل، والبديل لفشل الخيار السياسي هو تدخل عسكري. هذا كما قلنا أكثر من مرة منذ آب 2013 غير ممكن وغير موجود على الطاولة. بالتالي سيستمر الحديث عن محاولة إنعاش المسار السياسي وضخ الدم في المسار السياسي، ولكن الاستراتيجية الأمريكية كما حاولت وقبل أن ننتقل إلى المؤتمر الصحفي القول، الاستراتيجية الأمريكية مبنية أساسا منذ اتفاق شباط 2016 على محاولة كسب الوقت
إدارة الصراع حتى الوصول إلى الرئيس القادم، ولكن لا يمكن للرئيس أوباما والإدارة الحالية أن تسلم وضع ميداني ضعيف ومفلس للرئيس القادم يبدأ منه، وبالتالي ومن هنا هم معنيين بإبقاء الوضع الميداني كما هو إلى حد ما، وإذا أمكنهم تعديله لصالح النصرة وأشباه النصرة حتى يبدأ الرئيس القادم من 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 نقطة قوية. نعم. بالتالي لا يوجد، يعني لا يمكن تخيل مسار سياسي قبل نهاية الانتخابات الأمريكية. ما يمكن تخيله هو إعادة إنعاش اتفاق الهدنة، ربما نصل قبل نهاية دورة أوباما الحالية إلى نوع من الهدنة مرة أخرى، إلى نوع من أعمال وقف الأعمال القتالية، حتى يبقى للعالم، ظهور للعالم أن هناك محاولة للوصول إلى مسار سياسي. ولكن ما نعرفه منذ التحولات الميدانية وتقدم الجيش العربي السوري وما يحدث الآن في حلب أن هذا وضع ميداني لا تستطيع الولايات المتحدة أن تذهب فيه إلى مسار سياسي لأنها في موقع الضعيف. التطورات حسب يعني ما يمكن قراءة التطورات القادمة خلال الشهر القادم تحديدا أو الشهر الحالي، ربما إذا استمرت التحولات الميدانية وباعتقادي ستستمر وتحديدا في منطقة حلب، بالتالي هذا سيضع الإدارة الأمريكية أيضا في موقع أضعف، وبالتالي سيجعل من بداية المسار السياسي قضية أصعب. لذلك علينا أن ننتظر الرئيس القادم، يعني بهذا المعنى هذا هو مصير التفاهمات، العمل على وقف، على هدنة لتجميد أي تحول في الوضع الميداني نوعا ما، وربما نرى ذلك وربما لا نرى ذلك. ولكن نعم، هذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو. لن نصل نعم، وهذا ما تريده على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية. كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة تعاطيها حقيقة يشير إلى ذلك. بالتأكيد، يعني لا كما قلت، لا نحن فصل جبهة النصرة عن المجموعات الأخرى ليس مستحيلا، ولكنه ليس مرغوبا. نعم. ولا تريد الولايات المتحدة فعل ذلك. يعني علينا أن نفكر كالتالي، لنتخيل سوريا بدون جبهة النصرة، ستنتهي الأزمة في أغلب المناطق خلال أسابيع. وهذا ما يفسر إصرار روسيا طبعا على الفصل. دكتور سيف، كشرط أساسي لمتابعة أو الاستمرار بهذه الهدنة، بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور سيف دعنا، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ويسكونسن، كنت معنا عبر خدمة السكايب من شيكاغو، شكرا جزيلا لوجودك معنا بهذا الجزء من حوار هذه الليلة. إذن كيف يمكن أن نقرأ حقيقة السياسة الأمريكية والروسية اليوم دكتور سيف؟ اتهامات متبادلة بين الطرفين، حرب دبلوماسية كبيرة شنت بعد طبعا فشل هذا الاتفاق وما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من هجوم ومجزرة بحق الجيش العربي السوري في دير الزور، ولكن حتى هذه اللحظة أيضا هناك استمرار بالتعاون ومحاولة إنعاش الهدنة وأحيائها بين الطرفين. هلأ السياسة الروسية هي هيك على الأساس أنه نحن نريد الوصول إلى حل سياسي في سوريا، وبالتالي لابد من الاتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية. الاتصال دائم، الاتصال موجود، ولكن الخلافات هي كبرى بين موسكو وواشنطن. وأساس أعطيك الأدلة على ذلك، مثلا سيد لافروف بتاريخ 13/9 بيقول أنه هو تفاجأ بموقف واشنطن حينما تقول واشنطن أو بعض المسؤولين الأمنيين الأمريكيين بأن روسيا لن تفي بتنفيذ الاتفاق الروسي الأمريكي على سبيل المثال، وحينما قالت زخاروفا بتاريخ 15/9 بأنه الحديث عن أنه الاتفاق الروسي الأمريكي هو اختبار لروسيا فهو موقف ضار وموقف غير جيد على سبيل المثال، حينما موسكو بتاريخ 15/9 اتهمت واشنطن بالتستر عن المجموعات الإرهابية في سوريا بالخروقات على سبيل المثال، وحينما قالت بأنه القصف العصابات الإرهابية في مدينة حلب أحد أسبابه عدم الفصل بين المعارضة المعتدلة وما يسمى بين قوسين المعارضة المعتدلة والإرهابيين، والأهم من ذلك ما قاله تشوركين يوم السبت ب 17/9 إثر الغارة والعدوان الأمريكي على سوريا على دير الزور على الجيش العربي السوري. تشوركين بيقول
إنه الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجماعات الإرهابية في سوريا وتحمي النصرة. حتى أكثر من ذلك يعني دعوة مجلس الأمن الاجتماع بخصوص هذه النقطة. هلا ما حصل هو يعني قمة التصعيد الدبلوماسي. مجلس الأمن عقد على ثلاث مراحل بتعرفي ب 16 وب 17 وب 21. نحن لاحظنا خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن ب 21/9 كان في اشتباك دبلوماسي روسي أمريكي واضح. ما هي أسباب هذا الاشتباك؟ الأسباب الاشتباك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التحلي من عبء الهدنة، من عبء الهدنة. واحد، اثنين، وزارة الخارجية الأمريكية عمليا قد تراجعت إلى الخلف وتقدم البنتاغون إلى الأمام، وبالتالي لابد من إعادة ومراجعة الحسابات الماضية سواء لروسيا أو لغير روسيا بالتعامل مع إدارة أوباما الراهنة. هذه الإدارة الأمريكية الراهنة هي عاجزة عن تنفيذ أي اتفاق مبرم أو سيتم إبرامه مع روسيا الاتحادية، وبالتالي حديث كيري المتكرر حول منع سلاح الجو السوري من التحليق فوق السماء السورية، هذا يدلل بشكل قطعي بأن الاتفاق الروسي الأمريكي لم يعد ناجزا. حتى أن زخاروفا قد وصف تصريحات كيري ب 21/9 بالسيئة والرديئة. عرفت علي؟ فالحرب الإعلامية والاشتباك الدبلوماسي منذ فترة طويلة موجود بين موسكو وواشنطن وما زال مستمرا، ولكنه يعني كان بي أكثر حالات التصعيد يمكن بعد الغارة الأمريكية. يعني اليوم حتى لافروف يقول بأنه استهداف موقع الجيش السوري في دير وزدور يقوض مصداقية عملية التسوية في 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 سوريا، وبالتالي مصير هذه التسوية. هلا أخت رنا، هلا تصريح الخارجية الروسية بتاريخ 17/9 هو تصريح أقوى من تصريح لافروف. ساعات بيقولوا انه في هن وصلوا الى نتيجه مرعبه كشفوا فيه التواطؤ بين الولايات المتحده الامريكيه وداعش. طيب هذا تصريح مهم. نعم صحيح. تصريح اخر. لماذا دكتور، لماذا اذا كان كل ما يجري يدلل على انه هذه العمليه لن يكتب لها النجاح 100% في ظل هذه الخلافات والاستجالات، لماذا لم تنعى حتى هذه اللحظه من اي طرف من الاطراف الروسيه والامريكيه؟ هلا هو قال اخونا من الولايات المتحده الامريكيه انه كلا الطرفين ما بيحسنوا ينعوا لأنه بده يبحثوا عن شيء آخر، ومنا قد يكون التدخل العسكري، والولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على ذلك على سبيل المثال. عرفت علي؟ وفي تصريحات لريابكوف بالأمس قالت أنه الاتفاق ما زال حيا، والمدعو ديمستورا قال هذا الكلام أنه الاتفاق ما زال حيا. بس أنا راح أكد لك الحقيقة الآتية. الآن إنعاش الهدنة والعودة إلى الاتفاق الروسي الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية أمام خيارين. الخيار الأول هو الاستسلام أمام روسيا الاتحادية وتسليم روسيا سوريا إلى روسيا، وهذا أمر متعذر، أمر متعذر. الأمر الثاني أنه الأطراف الأخرى يعني الحكومة السورية وحلفائها أنه يقبلوا بتحقيق الحد الأدنى من الأهداف الأمريكية، وهذا الأمر أيضا متعذر. وبالتالي أنا أؤكد لك بأن التوجه الأمريكي هو على الشكل الآتي: إبقاء الحرب مفتوحة في سوريا، إبقاء الحرب بسوريا موجودة. نعم، وبالتالي من يقول بأنه اليوم الخلاف الروسي الأمريكي هو خلاف على المفاهيم بهذا الاتفاق؟ لا، ليس المفاهيم، خلاف على قضايا أساسية، خلاف حول الأولويات. الأولوية هي الفصل بين ما يسمى المعارضة المعتدلة. هذه اللحظة الأولويات مختلفة بالنسبة للطرفين، مختلفة كلياً. لم يلتقي الطرفان على أولوية واحدة، يعني ذات نظرة واحدة لكل الطرفين. أنا أؤكد لك من النهاية، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حلاً سلمياً في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تدمير الدولة السورية الوطنية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد إطالة الحرب في سوريا. هي حقيقة على أرض الواقع، نحن ما رح ندخل في متاهات. هلأ أنا منذ البداية أثناء توقيع الاتفاق الروسي الأمريكي 9/9 قلت هذا الاتفاق لن يطبق، وهذا الاتفاق لن ينفذ، ونحن كنا اعتراضات عليه على بعض نصوصه. عرفت عليه؟ على موضوع الحظر الجزئي الجوي وغيره، نحن إنه بعض الاعتراضات عليه. بعدين بدي أقول لك شغلة، أنت قري رسالة مايكل راتني السفير الأمريكي إلى ما يسمى المجموعات الإرهابية في سوريا يوم السبت 3/9. أنت قري الرسالة. الرسالة أولاً ما في أي توازن بين المطالب المطلوبة من الجيش العربي السوري والأمور المطلوبة من قبل الجماعات الإرهابية، ما في أي توازن. واحد، اثنين، ما في أي خريطة
ما في أي خريطة، انسحاب ميداني متزامن وملزم للعصابات الإرهابية، بل أجل الموضوع إلى وقت لاحق. الأمر الثالث، ما في فصل بين ما يسمى المعارضة المعتدلة وبين ما يسمى بالإرهابيين. طبعا نحن ما نعترف بهذا التعبير معارضة معتدلة وغيرها وغيرها، نحن بنقول هذول عصابات إرهابية على أرض الواقع، عرفت عليه. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحصل على شيء في السياسة في الدبلوماسية عجزت بالحصول عليه الحقيقة بالميدان. وأنا أعطيك الدليل على ذلك. لاحظي أنت على سبيل المثال بأنه الاتفاق الروسي الأمريكي الذي طبق بتسعة تسعة أو وقع بتسعة تسعة هو إجا بنفس ظروف هدنة 27 شباط. هدنة 27 شباط كان في تقدم كبير للجيش العربي السوري على الميدان، تقدم كبير. وبالتالي الهدنة ب 27 شباط كان كبح لجماح وتقدم القوات المسلحة السورية الباسلة وحلفائها، وأيضا في 9/9 كان نفس الظرف بالذات، نفس الظرف بالذات. ولذلك الحقيقة نحن تخوفنا كثيرا من ما يسمى بالاتفاق الروسي الأمريكي الذي وقع بتاريخ 9/9، وإن ملاحظات عليه عادية كثيرة. ونحن منأكد لك أنه هذا الاتفاق لم ينجح، وبالتالي البنتاغون الآن يلي هو هلا انت لاحظي ملاحظه، طيب كيف يوقع الاتفاق الروسي الامريكي بتاريخ 9/9 وبيطلع أشتون كارتر على سبيل المثال وزير الدفاع الامريكي بتاريخ 8/9 قبل بيوم بيقول روسيا هي التي اججت الحرب في سوريا؟ طيب كيف بتوقع الاتفاق الروسي الامريكي ب 9/9 و 14/9 بيطلعوا مسؤولين امنيين وعسكريين امريكان بيقولوا انه نحن لا نثق بروسيا بتنفيذ الاتفاقيه؟ كيف بيطلع الاتفاق ب 9/9 وبتطلع اخبار انه في صراع ضمن الاداره الامريكيه ب 15/9 على سبيل المثال، عرفت علي؟ بعدين نفسه جيمس كلايبر قال هذا الكلام اللي هو رئيس الاستخبارات، قال نحن ما ممكن نتعاون مع روسيا لانه ما بنكشف اسرارنا امام المخابرات الروسيه. هذا واحد من جهه ثانيه. وكان هذا ربما سبب من أسباب تأخير أو عدم الوصول إلى هذه النقطة، غرفة عمليات مشتركة روسية. لا يمكن أمريكية. لا يمكن، لأنه هن الأمريكان يدعون أنه في قانون صوت عليه الكونغرس بعد ما أجت روسيا وأخذت شبه جزيرة القرم أنه لا يمكن التعاون مع روسيا عسكريا على الإطلاق، وإذا بده يحصل الموضوع بده يأخذ وزير الدفاع الأمريكي على عاتقه بعد إعلامه الكونغرس بالأسباب. وهذا الموضوع لم يحصل، وهذا الموضوع لم يحصل. طب إذا أردنا نتحدث عن أسباب هذا التباين اليوم الروسي الأمريكي دكتور جمال حتى هذه اللحظة على ما يجري في سوريا، كيف يمكن؟ هو تباين بالاستراتيجيات، عرفت عليه، في هناك تباين بالاستراتيجيات. إن لك نحن إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدير الحرب الاستعمارية على الدولة السورية الوطنية من الخاسرة أو من الخرب الخلف، وللولايات المتحدة الأمريكية هناك مجموعات مسلحة على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية وقعت مع روسيا الاتحادية هدنة ب 27/2 كما تعلمين، وهي كانت عم تسلح المجموعات الإرهابية في سوريا. مثلا صحيفة السفير بتاريخ 11/4 على سبيل المثال قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية جابت على سوريا 3000 طن من الأسلحة من رومانيا ومن بلغاريا. ب 22/6 على سبيل المثال صحيفة السفير بتقلك أن الأمريكان بعد توقيع الهدنة صدروا للعصابات الإرهابية صواريخ فاغوت على سبيل المثال. بتاريخ 9/7 قالوا صدروا إلى حلب حوالي 2000 طن من الأسلحة إلى سوريا. مثلا صحيفة السفير ب 28/7 الولايات المتحدة الأمريكية أتت بحدود 1700 طن من الأسلحة إلى سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هدنة على الإطلاق، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حل سلمي في سوريا على الإطلاق، الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على عصابات الإرهابية في الداخل وبتسلحها وتقدم لها السلاح. وبالتالي أنا أؤكد لك هي لن تتخلى عن جبهة النصرة، بل بالعكس الآن بعد انهيار الهدنة الولايات المتحدة الأمريكية ستعتمد أكثر على جبهة النصرة بكل تأكيد. وأنا سأؤكد لك بأنه من الآن فصاعدا سيكون في هناك تصعيد كبير على كافة الجبهات السورية، وهذا التصعيد وهذه الضربات ستتجاوز قواعد الاشتباك من تحت الزنار، وأنا أؤكد لك هذا الكلام، وأنت سترين تصعيد كبير. هلأ كيف بتوقع الاتفاق الروسي الأمريكي ب9/9 وبتنفتح جبهة الجنوب في سوريا؟ وأنت بتعرفي العدوان اللي صار على القنيطرة يلي بدأ يوم السبت ب10/9، الاتفاق وقع ب9/9،
فالقصف الإسرائيلي بدأ على سوريا بتعرفي أنت بخمسة تسعة، وتعاظم هذا القصف الإسرائيلي على سوريا بتاريخ 10/9 وصولا إلى 14/9، وسميت هذه العملية عملية القادسية وعملية ما يسمى مجاهدون حتى النصر. وبتعرفي كان في تدخل صهيوني مباشر في دعم العصابات الإرهابية، حتى أنه الوحدة 8200 اللي هي متمركزة بتل أبو الندى المحتل هي اللي ساهمت وساعدت في التشويش والتنصت على الجيش العربي السوري. عرفت عليه جبهة كبيرة فتحت على سوريا أثناء توقيع الاتفاق الروسي الأمريكي. من اللحظات الأولى كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية بأذرعها وأيضا بشارك الكيان المحتل التشويش على هذا الاتفاق وأفشل هذه المدى 100%. والآن الكلمة الأولى والأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية هي للبنتاغون. أنا أؤكد لك ذلك، وأنه أوباما هو غير قادر على اتخاذ أي قرار استراتيجي متعلق. الاشتباك الدبلوماسي الذي حدث منذ أيام يدلل أنه في هيمنة للبنتاغون على ذلك. نعم. وبالتالي لا أمل دكتور لتنسيق وتعاون، والموضوع سيستمر وسيرحل إلى ما بعد أوباما، ليس كذلك؟ أعتقد ذلك، وقد تأتي إدارة أمريكية شرسة جدا، وقد تكون هيلاري كلينتون. طبعا نحن طالبنا أصدقائنا وحلفائنا الروس باستغلال هذه الفترة الفاصلة من الآن حتى الانتخابات، أو حتى تولي رئيس أمريكي جديد. بتعرفي الانتخابات ب8/11، رئيس أمريكي جديد يأتي في 20/1/2017. نحن طالبنا أصدقائنا باستغلال هذه الحالة وتكثيف الغارات على مواقع العصابات الإرهابية لقلب موازين القوى أو للتقدم نحو الأمام، لأن هذه الإدارة الأمريكية تراوغ. وصحيفة السفير على سبيل المثال بتاريخ 6/9 أشارت إلى مراوغة أمريكية حتى قبل توقيع الاتفاق الروسي. هناك من قال لدكتور جمال بأنه تغيير موازين القوى والدليل الغارة الأمريكية على دير الزور، هذا أكبر دليل أخت سنة. نعم، هناك من قال بأنه تغيير موازين القوى على الأرض تحقيق تقدم ملموس وكبير على الأرض، قد يؤدي إلى إنعاش هذه طبعا من قبل الجيش العربي السوري وحلفائه، وتحدث دكتور جمال، قد يجبر الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى إنعاش هذه الهدنة الشروط الروسية والسورية. لا أعتقد ذلك. هذا الكلام غير دقيق، ولكن أنا أؤكد لك بأنه تغيير موازين القوى لصالح الجيش العربي السوري بغير طبيعة الميدان، وممكن يفتح أفق لتحرير المناطق السورية من العصابات الإرهابية. عرفت علي؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأنها هي دولة عظمى، وحتى أنها تنظر إلى روسيا الاتحادية بأنها ليست دولة عظمى، وهذه حقيقة على أرض الواقع. ولذلك نحن نتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية على الدوام سياسة عدوانية بكل تأكيد. نعم. وبالتالي أي حديث عن انطلاق أو إطلاق عملية سياسية في هذه الظروف يبقى غير واقعي دكتور جمال، ليس كذلك؟ سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تتحدث بهذه العبارة الفضفاضة، إن عاش الهدنة أمر مستحيل، فكيف بعملية سياسية؟ بتعرفي أنت الخارجية الروسية ب20/9 أصدرت بيان وقالت فيه أنه فرص إنعاش الهدنة هو ضئيل، وبالتالي أنا أؤكد لك أنه ما في أي عملية سياسية في القريب العاجل على الإطلاق. وأنا حتى في الحلقة الماضية في قناة الإخبارية قلت لن نعقد هناك أي جولة، علما أنه كان في حديث، بتذكري أنت مثلا تصريح على سبيل المثال بوغدانوف بتاريخ 11/9 قال في هناك جولة مفاوضات في بداية شهر 10، قتيلوف على سبيل المثال بتاريخ 15/9 قال في جولة مفاوضات بنهاية شهر 9، ولكن أنا أؤكد لا جولة مفاوضات قادمة ما دام أن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بالعصابات الإرهابية في سوريا. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور جمال محمود. أنا بس سنة، أنا دائما أختتم الحلقة الحقيقة بنداء إلى السوريين، وأنا أقول لهم أيها السوريون لقد وقفتم في وجه إعصار فتنتهم، ولم تسمحوا لرياح الفتنة والتقسيم أن تضرب عقولكم وعقولكم، فما ركعتم لسادتهم ولا استسلمتم ولا سلمتم، وأثبتتم بأننا شعب لا يخاف التحدي كائنا من كان المتحدي، فقسوة الظروف تمنحنا المزيد من الصلابة وتدفعنا الضغوطات إلى مزيد من التحدي، ونواجه محاولات الإذلال بالأنفة والعزة والكرامة. وأنا أقول للقائد المفدى الرئيس بشار الأسد يا سيد الأوبات ويا قائد الكومات، علمتنا الثبات نشتد لنا الحنين، إذا حق القضاء أرواحنا فداك،
أقسمنا للولاء عهدا لن ننثني، عيوننا إليك، آمالنا عليك، أيدينا في يديك، لنحمد البلد لو طالت الدروب واشتدت الخطوب، عهدا من القلوب لبيك يا أسد، والخلود لسوريا الحبيبة، والمجد للقوات المسلحة السورية الباسلة ورجال المقاومة وللأصدقاء الإيرانيين والروس. أشكرك جزيل الشكر دكتور جمال محمود، أستاذ في كلية العلوم السياسية في دمشق، كنت معنا بهذا الحوار. شكرا، شكرا جزيلا لك. لك شكرا. الشكر الأكبر دائما موصول لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم على طيب المتابعة، بأمان الله.